في حدا رح يفتح عينه عليك بالأصح، لأنه يعني أنت برج العقرب ما بتحب، أنت مش برج النار، يعني طاقتك مش دائما لبرا بتظهر، دائما بتحب تكون كتوم، تخلي كل إشي في داخلك، تحل حساباتك في داخلك. ولكن في أشخاص حاليا، ممكن شخص أو ممكن حتى عدة أشخاص، عم تركز عليك أو فتحت عيونها عليك، أو في حدا حاليا عندك ممكن معجبين حاليا، عم يحاولوا إنهم يتقربوا منك يا برج العقرب. طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك الحالية برج العقرب، عم تمر بفترة لأنك عم تفكر كتير، contemplation، عم تعيد بحسابات، عم تمر بفترة تشويش، عم تحس حالك مربوط، عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اختيارين أو بين شيئين، في عندك شخصين أو في عندك شخص والعمل، عم تحس إنه أنت مربوط. ممكن العاطفة عندك صعب إنك توفقها مع العمل، أو في جهة بتأثر على الجهة الأخرى، العاطفة بتأثر على عملك، على جوانب حياتك الأخرى، وجوانب حياتك الأخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب. وانت عم تمر حاليا بفترة تشويش، عم تحس انك مسجون في سجن عقلي في داخل نفسك. ممكن يكون في عندك فكرة، او يكون في عندك شيء، او يكون في عندك امنية او اختيار، ولحد هلأ صعب عليك انك تحققه، او صعب عليك انك تاخذ القرار، لسه عم تفكر وتعيد وتزيد بالتفكير، عم تحاول توفق بين شيئين. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف إنه في عندك ممكن يكون حبيب جديد، أو ممكن يكون أكس أو حبيب قديم، في شخص بحياتك حالياً بده يقدم لك عرض حب، أو في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لإلك. الشخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لإلك. ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن، ممكن تكون انت اكبر من هالشخص، او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص. الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة كتير، يعني هو عرض الحب تبعه، أو ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات، أو عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك، لأنه مع إنه في عنده عرض حب، إلا إنه في أيضا عندك أوراق ترابية وأوراق هوائية، يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه، أو يفكر أو ينتقي كلماته قبل ما يفكر فيه، وأيضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة. أنت أيضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة، ولا ما كنت رح تكون بهالمطرح، مطرح إنك، إلا لو إنك بتعيد وتزيد أوفر ثينكينج، بتفكر كتير، بتحلل كتير برج العقرب، وتحليلك بينبع عن عاطفة، أو بينبع عن مشاعرك الداخلية. فهالشخص ممكن أنت طاقتك أيضا أثرت على هالشخص، لأنه عم شوف هو في عنده شوي نوع من التخوف، إنه ما بده يحكي أي إشي حي الله، أو يكون عرض عفوي، أو يقترب منك ويحكي معك بطريقة عفوية جدا، لأنه بيحس إنه ممكن أنت تحكم عليه أيضا، لأنه في بينكم
بالطاقة المشتركة بينكم. Six of Wands معناته في بينكم حدا أو طرف بيشوف العلاقة أو بيشوف التواصل اللي بينكم على إنه تنافسي شوي، أو بدك تطلع منتصر أنت من هالتواصل. وهو أيضا بده، عم شوفك أنت في وضعية energetically، يعني بطاقتك أنت بوضعية الهجوم، مع إنك ممكن تكون مش عم تاخذ أي قرارات حاليا، ولكن بطاقتك بعقليتك عم شوفك أنت اللي أكتر dominant أو أكتر متحكم بمسار هالعلاقة، وعم شوف الشخص الآخر عم يحاول فقط إنه يحمي أو إنه يصد أو إنه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك. فعرض الحب اللي بده يقدمه لإلك أو حتى اعتراف أو بالحب عم يدرسه هالشخص كتير منيح. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، برج العقرب عم تمر بخيبة أمل، خيبة أمل عاطفية، عم تحس إنه في إشي أنت خسرته بعواطفك بمشاعرك. انت حاليا كتير مشوش، ممكن تكون عم تحس ايضا انك خسرت شخص. فبالمستقبل عم شوفك دفاعي اكتر، ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب، لانه اذا بدك تشوف الاوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل، عندك الرضا النفسي 9 of cups، وعندك self defensiveness أو أنت عم تاخذ موقف وبدك تحافظ على موقفك وباني سور حولك، أو يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها. وأيضا عندك خسارة عاطفية، وعندك إحساس بخيبة أمل من الوضع العاطفي. فرح تمر ب رح تمر بتغيرات أو بتقلبات بالمزاج بالمستقبل، رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية. يعني من فترة رح تحس بالرضا العاطفي، رح تيجي عليك فترة رح تحس بالرضا العاطفي، وفجأة ممكن ينقلب الوضع تحس بخسارة عاطفية أو تحس إنك غير راضي نفسيا، لأنه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض. ممكن أيضا الإشي اللي واقف بطريق سعادتك العاطفية هو إنه أنت باني سور حولك، أو كتير عنيد بإنك تثبت نقطة، ما في ليونة. برج العقرب ما في عندك ليونة بالمستقبل. عم شوف انه اذا في شريك او في اذا في حبيب بالمستقبل، او اذا تقدم لإلك عروض حب، بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت، انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك، وما بتسمح لحدا بيفوت على حياتك او على طاقتك. بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية، الحبيب عم شوفه عم يفكر معك بصراحة هو نظرته إيجابية أكثر من نظرتك، يعني عم شوفه هو على الجانب الإيجابي أكثر. ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري، برج مائي، برج ترابي، إلى أنه في عنده تفاؤل أكثر بالعلاقة بينكم. الطرف أو الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح إلى stability، أو بده ارتباط، بده التزام، بده العلاقة من إنه تكون casual إلى إنه يصير فيها نوع من الجدية، أو إذا العلاقة جدية بده يرتقي إلى خطوبة أو زواج للبعض منكم. ولكن هالكرت بيرمز إلى إنه هالشخص بالمستقبل عم يبحث إلى استمرارية، إلى ثبات، إلى إشي جدي،
أيضا عنده The Sun Card، ف من ناحية التواصل عم شوف إنه هو صادق، رح يكون صادق معك لأنه في نوع من الإنسنس، في نوع من البراءة بها الكرت، وفي نوع من السعادة التفاؤل بالوضع بينك وبينه. فهاي الشخص عنده التفاؤل بالوضع بينك وبينه، بيحس أيضا إنه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك، مقيد فيك، وممكن أيضا هالشي عم يسبب له هو شوي توتر أو شوي قلق، لأنه بيحس إنه مربوط فيك. أيضا ممكن هالشخص يكون منجذب لإلك بطريقة جسدية كتير عالية، لأنه the devil card عندك هون. فهالشخص في عنده شغف أو عنده عشق تجاهك، أو بيفكر فيك وأنتو مش مع بعض. هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس إنه أنت دائما بعقله، فبيحس إنه مربوط فيك روحانياً، إلى إنه نظرته مش يعني ما عم شوفه إنه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق، لأنه بده ينتهي معك بإشي مستديم أو إشي ملموس. ممكن أيضا لأنه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل The Empress Card. The Empress بتحكي عن empathy، عن تعاطف مع الوضع، ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع، بس ما في أي حركة سريعة بينكم أو أي خطوات مباشرة حاليا. عم شوف إنه أنتوا هو متحفظين أكتر على مشاعركم بالوقت الحالي. بس هو مبين انه بيفكر فيك كتير، وهو اللي منجذب اليك بطريقة جسدية كتير عالية، وانت عم تحس انه مشغول بتفكيرك الداخلي. في كتير اشياء بتحس فيها حاليا، عم تحاول تراجعها تفكر فيها. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في خطوات اقتراب بينكم، هل رح يفكر فيك هالشخص، تواصل معك. طيب في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون، ولكن في عندكم أيضا أسرار بالعلاقة. في اعتراف رح يصير هون، لأنه عندك King of Swords، شخص صادق. هالشخص السوردز هي بدلة الحكي أو الكوميونيكيشن، فهالشخص أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير، يعني في تواصل رح يصير، وأغلبية هالتواصل رح يكون في كشف عن الأسرار أو كشف عن الخفايا، لأنه The Moon Card بيحكي عن الوجه الآخر، الأشياء المخباية، المشاعر اللي ما انحكى فيها. فأغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر، سواء كان أنت أو سواء كان هو. أنت بتعرف وضعك فين من القراءة. فالتواصل اللي بينكم رح يكون في كشف عن الأسرار، ورح يؤدي إلى إنه أنتوا رح تنظروا إلى الوضع بطريقة جدية أكتر، أو التواصل بينكم، العلاقة بينكم بطريقة جدية أكتر، لأنه في تواصل، وأغلبية التواصل مثل ما حكيت لك رح يكون في اعتراف. فممكن هالشخص يعترف لك بأنه بده علاقة معك، أو ممكن أنت تعترف لهالشخص بشو الأشياء اللي أنت عم تحاول توفق بينها. أو ممكن أنت تحكي له للبعض منكم أنه في عندك طرف آخر، أو في عندك مسؤوليات أخرى، في عندك انشغالات أخرى،
في تواصل صريح راح يصير بينكم في المستقبل عم شوف.